بداية أقدم أسمى التبريكات والتهاني لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني 88. نحن الآن متواجدين في إحدى الفعاليات المقامة في مدينة جدة، وتحديدا في فعالية أجيال العزم، وذلك بدعم من الهيئة العامة للترفيه. هذه الفعالية استمرت لمدة 3 أيام، بدأت من اليوم 21 من شهر سبتمبر ومستمرة حتى هذا اليوم الغالي على الكثير من السعوديين. بالتأكيد فعالية أجيال العزم عبارة عن ملحمة شعرية وطنية استعراضية كتبت وأعدت من قبل شباب سعودي أبدع وتألق في هذا العمل، عمل رائع. ستستقبل هذه أيضا الفعالية أكثر من 5000 زائر يوميا، زي ما ذكرنا لكم بداية كانت من اليوم 21 وحتى هذا اليوم. تبدأ العروض الساعة 9 مساء، تستقبل أكيد زوارها بداية الساعة 7. تنظيم أكثر من رائع، استعراضات جميلة. الاستعراضات أيضا زملائي مقسمة ومشاهدينا الكرام إلى 8 فصول، في كل فصل تعبر عن حالة زمنية ومرحلة من مراحل المملكة العربية السعودية التي دائما ما نفخر من خلال هذه المراحل. تفاعل الجمهور بالنسبة للأيام السابقة لهذه الفعالية كان رائع. من خلال مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت العديد من المقاطع الخاصة بهذه الفعالية، لاقت على إعجاب الكثير من الزائرين. السوشيال ميديا دائما توصل أكيد الرسالة، بما أن هذه الفعالية موجودة فقط في جدة، ولكن أكيد وصلت للكثير من مناطق المملكة العربية السعودية وربما أيضا خارج إطار المملكة العربية السعودية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. على سواء التنظيم، تنظيم رائع أيضا في أماكن خاصة لأصحاب الهمم ذوي الاحتياجات الخاصة، أيضا فعاليات رائعة. بالنسبة لو ذكرنا لدرجة الحرارة، درجة الحرارة في هذه الساعات تقريبا 32 درجة مئوية، ربما تكون شوية يعني تقريبا نوع من الحرارة، ولكن في المساء تقل درجات الحرارة. أيضا يستخدم في هذه الفعالية الكثير من التقنية والكثير من المجسمات الحديثة والتي ربما تكون لأول مرة تعرض. هذه كلها موجودة في أجيال العزم، دائما ما راح نكون معاكم في تغطيات جديدة أكيد من خلال القناة السعودية. يعطيك ألف عافية يا عبد الله على هذه التغطية.